ينضم إلينا من سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، إلى أي مدى هناك ثقة أوكرانية بنجاح هذا الاتفاق، وكيف تتابعون التوقيع عليه؟ تحياتي سيدتي الكريمة. لا أعتقد أنه يعني هناك ثقة ما بين اليوم يعني الطرفين الروسي والأوكراني. لقد أبدت يعني موسكو المرونة يعني كثيرا وتعاطت بشكل إيجابي مع هذه يعني الأزمة ومع هذا يعني هذه العملية بالذات منذ زمن بعيد، لكن كانت تعنت من قبل يعني كييف مقابل يعني تخوفات لا أعتقد أنها ممكن أن تكون منطقية. ولاحظنا أنه في الإعلام الدولي يعني فعلت هذه الأزمة بشكل يعني يعني في محاولات يعني استمرار لمسيرة شيطنة روسيا، لكن مما لا شك فيه أن هذا الاتفاق يعني يعتبر خطوة أولى يعني، وباعتقادي ممكن أن نعتمد عليه كنواة يعني في المراحل القادمة. ممكن أن تستأنف يعني كييف هذه المفاوضات لتتقدم وننتقل إلى المرحلة السياسية. اللافت للنظر يعني في هذا الاتفاق وهو يعني الدخول باعتقادي المتأخر جدا يعني لهيئة الأمم المتحدة، وقد رأينا تقاعد يعني لهذه المنظمة الدولية من خلال يعني المعترك أو الأزمة الأوكرانية. فلذلك هي خطوة إيجابية وخطوة إلى الأمام، ونأمل يعني أن تلتزم أوكرانيا بكل ما سيوقع عليه، وأهم في الأمر وهي نزع الألغام وفتح يعني ميناء أوديسا. طيب، كيف يمكن تجاوز معضلة الألغام في البحر الأسود، وما الضمانات التي تطلبها اليوم كييف لئلا تستغل موسكو هذه النقطة تحديدا؟ سيدتي، مسألة يعني نزع الألغام هي مسألة يعني تقنية عسكرية، وهي ليست يعني بتلك المعضلة. ولكن هل ستزال الألغام من كل النقاط أم أنه من نقاط محددة ربما لمسار السفن؟ هل من تفاصيل حول مسار يعني الألغام؟ كانت هناك تصريحات متباينة أنه لن يتم يعني نزع الألغام بالكامل، ولكن يعني ما يمكن يعني أن نصل إليه أنا ممكن أن تكون يعني بمثابة يعني ممرات وإحداثيات لمرور يعني دخول السفن وخروجها. لكن مرة أخرى أقول يعني هنا لا يمكن التعويل يعني لا أعول بالكامل على يعني الطرف الأوكراني لوضعه يعني المأزوم اليوم، وكيف يعني تحاول استخدام واستغلال يعني كافة الظروف يعني للضغط على روسيا، ويعني بمثابة يعني تغيير الخط العسكري الروسي. لكن يعني الأزمة هي موجودة وبدأت تتفعل، فلذلك لابد يعني من تدخل الأطراف، ونرى يوم يعني طرفان موثوقان يعني بهما هيئة يعني الأمم المتحدة والطرف التركي، والذي سيأخذ على عاتقه باعتقادي هذه المسألة العسكرية التقنية فيما يتعلق يعني في الألغام والطرق المؤدية إلى ميناء أوديسا. طيب، إلى أي مدى سيساهم هذا الاتفاق بالحد من أزمة الغذاء العالمية برأيك؟ سيدتي، يعني منذ البداية هذه الأزمة باعتقادي هي افتعلت يعني إعلاميا، وأيضا يعني الأزمة إذا نظرنا إليها وإلى حصة يعني أوكرانيا من الحبوب، هي لا تشكل يعني هذا الكم الكبير لوجود أزمة غذاء. لكن يعني فيما يتعلق في الحبوب من روسيا، وهو مرتبط بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها يعني المنظومة الغربية. أولا يعني من حيث يعني حركة السفن الروسية وأيضا يعني الموانئ الغربية، فلذلك يعني هذه الخطوة باعتقادي ستسهم يعني نوعا ما في حلحلة هذه الأزمة، وممكن أن تكون يعني بادرة إلى إعادة التقييم من قبل يعني المنظومة الغربية في مسألة العقوبات، لأن العقوبات اليوم يعني باتت تؤثر سلبيا على المنظومة الغربية وليس على روسيا. ورأينا يعني حلحلة في هذه المسألة يعني قبل باعتقادي البارحة، عندما يعني نزعت الاتحاد الأوروبي العقوبات عن الأغذية وعن الأسمدة، وأيضا يعني التقنيات والتكنولوجيا فيما يتعلق في الطيران المدني. فلذلك يعني الملاحظ أن هناك شبه يعني إعادة تقييم في مسألة العقوبات يعني التي باعتقادي لم تكن مدروسة، والرهان كان خاطئا منذ البداية من قبل الولايات المتحدة بتفعيل هذه الحزم غير المسبوقة على روسيا، والتي بدأت تشكل يعني للغرب وللعالم أزمات اقتصادية كبيرة.